تعالوا ناخد حضراتكم دلوقتي في موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع لمياء. اتفضلي يا لمياء. شكرا لك أحمد. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق مستشارا برئاسة الجمهورية. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. كما كلف الرئيس السيسي السيد عمرو عادل علي حسني بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره للجهود المخلصة من الأطراف العراقية ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد لوقف التصعيد وأعمال العنف والتي أدت إلى الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة في العراق الشقيق. وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته أن يتم استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها لتعزيز مسار الحوار بين الجميع من أجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته. تتابع مصر التطورات في العراق الشقيق مؤكدة دعمها لمؤسسات الدولة وسلامة وتطلعات مواطنيها العراقيين الأشقاء. وفي بيان لوزارة الخارجية أهابت مصر كافة الأطراف العراقية بالاستمرار في الدفع قدما نحو التهدئة ووقف التصعيد حفاظا على مصلحة الوطن واستقراره. وتؤكد مصر على دعمها التام لكل خطوة من شأنها خفض حدة التوتر الجاري والبحث عن حلول سياسية تفضي إلى تحقيق الاستقرار. أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال حرص القيادة السياسية والحكومة على تعميق علاقات التعاون المشتركة بين مصر وشقيقاتها من دول القارة الإفريقية. جاء ذلك خلال استقبال محافظ القاهرة وزراء التنمية المحلية وممثلي عدد من الدول الإفريقية بالمقر الإقليمي لمدن شمال إفريقيا بالقاهرة. وخلال اللقاء أكد عادل عبد العال أن القاهرة حريصة على أن تكون أولى اهتماماتها هي مصالح قارتها والحفاظ على تراثها ومرآة لحضارتها وداعمة بكل إخلاص لجهود وقدرات ورؤى أشقائها من كافة الدول الإفريقية. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جورسي إن فريق تفتيش تابع للوكالة في طريقه إلى محطة زابورجيه النووية بجنوب أوكرانيا والتي تعرضت لعمليات قصف في الأسابيع الأخيرة. وأكد جورسي في كييف قبيل انطلاقه نحو المحطة أن تلك الخطوة تأتي بعد جهود استمرت لعدة أشهر، مشيرا إلى أنه سيمضي بعض الأيام هناك للقيام بعمليات التفقد داخل المحطة. أكدت تايوان أنها ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها وشن هجوم مضاد إذا دخلت القوات الصينية إلى أراضيها. وأوضح المسؤولون في وزارة الدفاع التايوانية أن تزايد الدوريات العسكرية الصينية قرب تايوان متواصلة، وأن نية بكين جعل مضيق تايوان بحرا داخليا تابعا لها من شأنه أن يكون المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة، مشددا على أن الجيش سيرد على خرق مجاله الجوي والبحري وسيشن هجوما مضادا دون استثناء. ويأتي هذا التطور مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة، وكانت تابيه قد اقترحت هذا الشهر زيادة في إنفاقها الدفاعي. أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية أن غارة جوية استهدفت موقعا في مدينة ميكلي عاصمة إقليم تيرجاي شمال إثيوبيا. وقال المتحدث باسم جبهة تحرير تيرجاي أنه لا يوجد أهداف عسكرية في الموقع المستهدف. قال مسؤولون بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أنها تسعى إلى إجراء محاولة ثانية يوم السبت المقبل لإطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي SLS إلى القمر، وذلك بعد 5 أيام من مشكلتين فنيتين تسببتا في إلغاء محاولة سابقة. ومن المقرر إطلاق الصاروخ الذي يعادل طوله مبنى من 32 طابقا من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا. حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006
العلامة الكاملة وحقق فوزه الثالث على التوالي على حساب نظيره السوري بخمسة نظيفة. في الجولة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في الجزائر، بهذه النتيجة يتصدر منتخب الناشئين المجموعة الرابعة ليضرب موعد مع نظيره المغربي ضمن منافسات الدور الربع النهائي للبطولة والمقرر لها يوم الجمعة القادمة. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.